بتاريخ 6/4 تكلف بأحد المهام من قبل السنة هاي بال 2020 لما نصب كمين من قبل انصبوا لي كمين من قبل المسلحين وقعت أطلقوا علي النار أصبت بشظايا بالأسر بتاريخ 6/4 وتم اغتيادي. بقيت يعني غايب عن الوعي باعتبار كنت مصاب ما يقارب يعني 10 أيام 15 يوم إنه أنا خارج عن الملة الإسلامية عميل للنظام العمل ضد أهداف الثورة السورية أو ما بعرف شو هم تهريب المخدرات السلاح وإيصال السلاح. بقيت على هذا الحال حوالي شهرين. بداية كان في أمراض كورونا والأمريكان استغلوا عدم زيارة الأمريكان يعني بالسجن. أنت كنت بالسجن؟ قاموا بزيارتي بعد تقريبا شهرين شهرين ونص ثلاثة بالضبط ما بعرف لمير. طبعا ما زاروني زاروا المحقق اسمه كنان عبيد أحد الأرهابي. شو اسمه كنان؟ كنان عبيد كنان محمد عبيد سنان كنان 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 محمد عبيدين عسكر. قبل ما يجوني الأمريكان بيوم قال لي بكرة راح يجوني الأمريكان يحقق علاقتك بالمخدرات فقط ما بتجيب طروات نظام أو طروات تعامل مع الجيش أو هيك شيء لأنه إذا جبت هذا الحكي راح يأخذوك على سجن أبو غريب أو يأخذوك على قاعدة خراب عشق أو كوبا. هم اللي قال أنت بتحكي هلا إنه هاي التهم أنت بتدفع عليها مصاري وتطلع بدون شيء. أنا كنت موضوع بسجن إنفي وما شافوك بستدق على الباب بيسمع الصوت بيستدق. فاجوا لعنا. إجوا طلوا شو هاد قالوا سجين. بعد ربع ساعة طلبوني على التصوير الخارجي. طلبوني الأمريكان. بعد ربع ساعة. كانوا ستة. لابسين الزي العادي. معه مترجم عرفت انه هو امريكي لابس لباس مدني لابس بنطلون جينز وقميص اسود ايديه مشمات يركض باللكنه المصريه يعني احتمال يكون اسرائيلي يهودي ممكن اسرائيلي مصري لا لكنه مصري ايه هو لا هذا لا شلون ممكن حسب لهجته او انه تعلم اللغه العربيه المصريه طلبوك طلبوني اسم تهمة شو تهم كنان قالوا تهريب مخدرات كم مرة تشتري مخدرات قالوا كنان من وين بتجيب المخدرات من أين تحصل على مع حزب الله اجى المترجم العراقي قالوا يا بخلي يحكي أنا قمت بإخراج مجموعة تابعة للتنظيم بإخراج المجموعة تم القبض عليه وأخذ منه لكن كنان طلب مني هذا العمل مشان أنتم ما تأخذوني على سجن إحنا ما بيهمنا إنه تكون عميل لا أنت موجه لك تهمة تعامل مع داعش إذا بتتعاون معنا مع داعش في سبيل التعامل تعطيني تحركات عن داعش اللي موجودين بالقرب من مناطق سيطرة الحكومة السورية نحن ممكن نعطيه. قلت له الثمن قال لي الثمن نحن بنطلعك من السجن. ها؟ شو الثمن إذا تعاونت معك قال لي بنطلعك من السجن. شو المهمة قال لي بعدين بعطيك إياها بعد ما أتأكد إنه أنت مو ضابط سوري أو حاصل على بطاقة أمنية. جا كنان أجبرني على قول إنه أنا بتعامل بالمخدرات من خلال حزب الله وفرع البادية وإيصالها إلى المجتمع الداخل من أجل حل المجتمع. قالوا إن أنت كنت تأخذ سلاح لداعش كنت أسلم السلاح من فرع البادية أجبروني على هذا الحد. رادوا مني إثبات إنه الجهات الروسية على المثلث تمنع دخول. كيف؟ رادوا مني إثبات إنه الروس موجودين بمنطقة المثلث أو منطقة المفرز البطني. أيوة. زازا. وتمنع دخول المواد الغذائية أو المواد الطبية أو حتى عودة الناس. خلوك تحكي. مسلم فرع البادية بالتعاون مع أحد الأشخاص الموجودين بتنور ثلاث صواريخ بالستية. صواريخ؟ بالستية. بالستية. ثلاث صواريخ بمنطقة سد وادي أبيض وإنه الروس بالتعاون مع ضباط سوريين فحصوا الصواريخ عن المواد الكيماوية طلع سليمة وطلعت الصواريخ سليمة وإنه هاي الصواريخ تم تسليمها من قبل الدواعش عن طريق عن وساط يعني كنت وسيط بين داعش وبين فرع البادية والجهة الروسية لتسليم هاي الصواريخ وانه انا وسيط بين حزب الله وبين تجار اثناء وجودي بالسجن الموجود بقاعدة تنف المحتلم من قبل الامريكان السجن مسؤول عنه الامريكان بشكل مباشر ومسؤولين عن الطعام ومسؤولين عن الحالة النفسية والحالة الجسمية. من دخولي على السجن واعتقالي تعرضت لجميع كنت مقبل الإيدين والرجلين داخل سجن انفرادي لمدة سنتين لمدة؟ كل المدة يعني سنتين والأمريكان أثناء الزيارة شافوني بالسجن الانفرادي وشافوني مقبل الإيدين بياخذوا بطانياتي بيخلوا اعترافات هي عارية عن صال المواد الغذائية ومواد التسليح الذخائر والقطع الأسلحة بتنسيق مع فرع البادية إلى تنظيم داعش بعد حوالي شي سنة بالإعدام تعميم للنظام الحكومة السورية بمنع وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين مخيم الرمضان أنت كنت تمنع الناس بالخروج من مخيم الرمضان الروسي ولا السورية؟ السورية والروسي أحوان
هن بيعرفوا انه اي شخص تابع للحكومة السورية سواء كان وظيفة مدنية او عسكرية راح يكون مصير الموت. فهن وجهوا لي احد التهم وجهوا لي انه بيعرف ان هي تهمة كاذبة. تعامل مهند طلع كان يرتبط والامريكان بيعرفوا مع اكبر تجار المخدرات بالمنطقة.